فضيلة الشيخ، إمام صلى في جماعة فلما فرغ من صلاته أعلمهم بأنه على ليس على طهارة، فهل على المؤمنين إعادة؟ إذا صلى الإمام على غير طهارة فليس على المؤمنين إعادة، الإعادة عليه هو. فإن علم أو فإن ذكر بعد الصلاة فلا إشكال في الموضوع، وإن ذكر في أثناء الصلاة وجب عليه أن ينصرف، ولا يجوز أن يتم الصلاة وهو على غير وضوء. ثم في هذا الحال إما أن يوكل شخصا من الذين وراءه يقول يا فلان أكمل بهم الصلاة، وإما أن ينصرف ولا يوكل، ثم الجماعة بعده إن شاءوا أتموا صلاتهم فرادى، وإن شاءوا قدموا واحدا وصلى بهم جماعة. نعم.